اليوم بمدينة أكادير يتم تنظيم البطولة الوطنية في ألعاب القوى المدرسية، وكذلك بمشاركة تلميذات والتلاميذ في وضعية الإعاقة. بغينا لهذه الدورة تكون عندها دورة متميزة بمشاركة يعني فرق من المؤسسات وكذلك الدائمين المؤسسات التعليمية اللي جاوا من جهات المملكة المغربية، مرفوقين كذلك بالتلميذات في وضعيات إعاقة، تلميذات وتلاميذ في وضعيات إعاقة. ويكون يعني المباراة غادي تكون تجمع ما بين حد التلميذ كامل، علما انهم كل واحد غادي يكون عنده المطاف ديالو، كل واحد عنده النوع ديال الرياضه اللي غيدوز فيها، ولكن كل عنده واحد عنده خصوصيات ديالو. فحيت غادي ناخذوا 800 متر، كل شيء غيكون في 800 متر، ولكن الاحتساب تيكون بالنسبه لوضعيات اعاقه، ولا وكذلك حتى يعني في بالنسبه للرياضه ديال القفز او الرياضه ديال الرمي، فلان هناك تصنيف بالنسبه للتلميذات والتلاميذ في وضعيات اعاقه ونفس الشيء اكيد بالنسبه يعني الاحتساب ديال يعني لا ميزور ديال كل واحد. وبالتالي هذا تيكون مجمع، وهذا هو اللي تيعطي داك المبدا اللي كنا دائما نحاول ما ممكن نشوفوا كيفاش نعملوا به، هو مبدا ديال التربيه الدامجه. فالتربيه الدامجه اننا كنا في ملعب، كلنا تندوزوا الاختبارات، ولكن كل واحد الخصوصيات ديالو، وهذا هو اللي تعطي ثقه للتلامذ اللي في وضعيه اعاقه، ولا كذلك التلامذ اللي تيمارسوا ممارسه عاديه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا شكرا للاعلام المواطن، الاعلام المواكب لجميع انشطه يعني الرياضه المدرسيه ككل، ولكن انشطه الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين سوس ماسه. هذا اليوم هذا وحنا في هذا الملعب الجميل ديال ادرار كنستقبلوا جميع التلاميذ والتلميذات الحاضرين من جميع جهات المملكه، واللي هما كيمثلوا واحد 400 ديال التلميذات والتلاميذ مشاركين في العاب القوى. هذه الالعاب هذه اللي بطبيعه الحال فيها مسابقات الجري، فيها مسابقات القفز، وفيها مسابقات الرمي. هذه البطولة تتميز أيضا بمشاركة الأطفال في وضعيات إعاقة، وهذا الأمر هذا كيبرهن مرة أخرى أن المنظومة التربوية لن تترك أي طفل وأي تلميذ خلفها، بل هي يعني فاتحة الأبواب ديالها بطبيعة الحال، وتشتغل بواحد الشكل يعني نسقي باش يكونوا جميع التلاميذ كيلقاو الدس ديالهم داخل المنظومة التربوية، وكيلقاو إجابة على الأسئلة ديالهم داخل المنظومة التربوية بطبيعة الحال. وهذا الشيء كجات كتأكد عليه مرة أخرى خارطة الطريق، فاش كنتصوروا أن واحد العهد مضى كانوا التلاميذ يعني ما كيشاركوش في البطولات الوطنية ديال الرياضة المدرسية، في بعض الرياضات كانوا كيشاركوا في رياضات معينة، ولكن الآن الأبواب مفتوحة باش يشاركوا في جميع الرياضات، وهذه بطبيعة الحال كيرجع الفضل للأطر التربوية أولا، الجمعيات الشريكة اللي كتشتغل مع هذه الفئة، ولكن لتصور ديال الوزارة ديالنا لإدماج جميع الأطفال كيفما كان نوع الإعاقة ولا الاحتياجات ديالهم مع الشركاء دائما، ولكن كنعطيو فرص لجميع التلاميذ باش يبرهنوا على القدرات ديالهم. وخير دليل ان البطولات المدرسيه الوطنيه وصلت الان كتمشي للدواوير، كتمشي يعني للاقاليم، كتمشي لجميع انحاء الوطن، باش يمكننا نعطيو الفرصه للجميع باش يكون حاضر بحال هذه المناسبات. شكرا لجميع الاطر اللي اشتغلوا على تنظيم هاد البطوله الوطنيه، من اطر يعني مركزيه أطر جهوية بطبيعة الحال، والفريق المنظم اللي كيسهر بواحد الشكل جد إيجابي على يعني باش يكون الحلة فاش تخرج هذه البطولة الوطنية تكون حلة جميلة جدا وراقية ومنظمة بإحكام. أيضا شكرا لشركاء المنظومة التربوية، من داعمين، من شركاء مواطنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة هنيئا، هذه التظاهرة كتزامن مع نتائج البكالوريا، وعندنا بنات
هنايا والتلاميذ نعم. خذوا الباك البارح ولا البارح وهما هنا كيشاركوا. اولا هذه فرصه باش يعني نهنئ الاسر والتلميذات والتلاميذ اللي توجوا في هذا البكالوريا، ونتمنى التوفيق للتلاميذ اللي مقبلين على الدوره الاستدراكيه، لانهم لازال عندهم يعني الفرصه باش يتميزوا باش ينجحوا ويتميزوا. ولكن بغيت نذكر اننا على صعيد جهه سوس ماسة عندنا جوج ديال التلاميذ اللي توجوا وطنيا كاعلى معدلات في يعني مسلكي الاقتصاد ومسلك الاداب، وهذه مفخره للجهه ديالنا. ايضا بغيت نذكر ان الجهه ديالنا يعني من بين ذاك الناجحين عندنا ما يناهز 50% من الناجحين حاصلين على ميزات حسن جدا وحسن ومستحسن، وهذا يشرف المنظومه ويشرف الجهه، لان كنعرفوا ان من غير العدد عندنا الجوده، وهذا الشيء اللي كتسعى ليه المنظومه التربويه. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بمتابعي صفحه اساتذه التربيه البدنيه والرياضيه. اليوم احنا كنتواجدوا بمدينه اكادير بالكومبلكس ديال ادرار. في المناسبه هي البطوله الوطنيه المدرسيه للالعاب القوى اللي كتعرف هذه السنه هذه فعلا المدرسه الدامجه، بحكم ان اصحاب الهمام التلاميذ في وضعيه اعاقه تم الادماج ديالهم مع الزملاء ديالهم المدرسين جميعا في هذه المسابقه وهذه البطوله الوطنيه اللي كتعلق بالعاب القوى. هذا ماشي جديد على المدرسه المغربيه، بحكم ان من الاهداف ديالها هي الادماج ديال جميع التلاميذ المدرسين دون تمييز بين تلميذ وتلميذ او تلميذه واخرى، وحنا كنجسدوها فعليا للمره الثانيه على التوالي، بحكم ان كيتم الادماج ديال التلاميذ اللي هما في وضعيه اعاقه. والحمد لله كما كتشوفوا الاجواء ما كاينش فرق ما بين تلميذ في وضعيه اعاقه او تلميذ اخر، زملاء مع بعضياتهم كيجريو مع بعضياتهم كيتشاركوا مع بعضياتهم كيوصلوا للاهداف مجموعين، وحنا كنا كنوصلوا للاهداف مجموعه اللي هي ان مدرسه موحده للجميع اناثا وذكورا من ذوي الهمم او التلاميذ الاخرين، رياضيين من مستوى عالي او رياضيين متوسطين، الكل مدمج داخل الرياضه المدرسيه، والحمد لله. والمستقبل ان شاء الله غيكون افضل بكثير مما نحن عليه، بالرغم من كل ما وصلنا له من نتائج من ما يستشف من التعليقات ديال الزملاء ديالنا سواء متخصصين او غير متخصصين، جامعات رياضيه متخصصه او مهتمين بالشان الرياضي. الحمد لله الرياضه المدرسيه في تقدم مستمر، وانتظرونا قريبا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وسهلا بكم مجددا في هذه البطوله الوطنيه المدرسيه لالعاب القوى، واللي تتعرف مشاركه التلميذات والتلاميذ اللي تاهلوا من مختلف الجهات. وكذلك ما يميز هذه السنه هو مشاركه التلميذات والتلاميذ في وضعيه اعاقه، وذلك في اطار المبادئ الاساسيه التي اعتمدت عليها مديريه الارتقاء في الرياضه بالرياضه المدرسيه، في كون انه الرياضه المدرسيه كذلك هي رياضه دامجه واللي تسعى الى ضم جميع الفئات العمريه بمستوياتهم، وكذلك ذوي الاحتياجات ذوي التلاميذ في وضعيه اعاقه. اذا اليوم تشهدوا اول مشاركه في هذه البطوله هذه، واللي تم دمج الانشطه المخصصه بهذه الفئه في البرنامج الزمني العام لهذه البطوله. وكما تنشاهدوا هذه الفتره الصباحيه عرفت واحد النديه وواحد المنافسه شديده ما بين التلميذات والتلاميذ للفوز بالمراتب الاولى لهذه البطوله، واللي تعتبر من يعني ما قبل الاخيره في البرنامج السنوي للانشطه الرياضيه، والذي تضمن 47 نشاطا رياضيا. وشكرا لكم وشكرا لموقعكم الذي يسير ويواكب معنا جميع يعني التظاهرات والمنافسات الرياضيه المدرسيه، شكرا لكم. السلام عليكم، معكم إلى محسيني، مسؤوله عن الالعاب الفرديه داخل الجامعه الملكيه لرياضه الاشخاص في وضعيه اعاقه. دونك تنظم وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه بالتنسيق والتعاون مع الاكاديميه جهه سوس ماسة درعا، دونك في اطار اتفاقيه التي تجمع بين الجامعه الملكيه للرياضه المدرسيه والجامعه الملكيه لرياضه الاشخاص في وضعيه اعاقه. دونك لاول مره غادي تكون بطوله وطنيه مدرسيه للالعاب قوى لوضعيه الاشخاص في للاشخاص في وضعيه اعاقه، دونك في مختلف الانشطه الرياضيه. دونك كنشكروا المديريه الارتقاء بالرياضه المدرسيه اللي عطات الفرصه لهاد التلاميذ باش يبينوا بان باش يبينوا المهارات ديالهم في جميع لي ديسيبلين اللي عندنا هنايا. كما كتشوفوا
كاين لونسي دوبو لونسي اسي وكاين 60 متر اون فام و 600 متر والحمد لله بان الدراري دوزوا واحد لي زيتاب بان دازوا من الاقليمي للجهوي ودابا بطوله وطنيه اللي غادي يبينوا فيها المهارات ديالهم ويكونوا دي بيرفورمانس مزيانين حيت كاينين دي زاتليت اللي ديجا معنا في الجامعه ومشاركين دونك نتمنى الله يعاونهم وبالنسبه والله يعاون الدراري اللي اول مره غادي يشاركوا. كيفاش النتائج في البطوله الجهويه؟ دونك النتائج كانت لا باس بها دونك الدراري اول مره تعطاهم فرصه يعني دونك يعني هذه دخل بعدا عندنا واحد لوبجيكتيف اطار التربيه الدامجه اللي كتسهر عليها الوزاره التربيه الوطنيه مع الجامعه الملكيه لرياضه اشخاص وضعيه اعاقه دونك كاول تجربه دونك ديجا الحمد لله يعني متاهلوا لنا يعني 41 تلميذ للبطوله الوطنيه راه سي ديجا بيان. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.